الحره الغراء هي اللي واقفه على شغلها بيديها ودايره في الجهد الف مجهود وكتقن مجموعه ديال الحرف اللي كانت مقتصره غير على الرجال اضافه الى انها كتسير حداشر معلم في البروجي ديالها دون نسيان انها كتختار احسن الحرفيين بحال ريسيان والبلومبي اللي كنوجه لهم تحيه كبيره خي يوسف ما غير على التجربه فقط انما بفضل الدراسه ديالنا وكذلك التخصص ديالنا في مجال البناء والمقاولات إضافة لخبرات السنوات خلاتنا أننا نعشقو مجال المعمار والتعمير وكذلك نحاول ما أمكن أننا نتقاسم معكم روتيننا اليومي لشخصيا نحن نفتخر به كمرأة وسيدة عندها عدة مسؤوليات وضغوطات ومع ذلك لا تستسلم للظروف تهلاو فراسكم بداية أسبوع موفقة